مرحبا بك. أزول، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، صباح الخير أزول في الأول. مرحبا بك كنزة. مرحبا كنزة، شحال في عمرك كنزة؟ 13 سنة. ما شاء الله، مرحبا بك. مرحبا بك كنزة، 13 عام. نعم مرحبا. أدخل المراهقة الفتاة. تفضلي كنزة، تفضلي، مرحبا بك. اليوم رانا نناقشوا في موضوع التنمر. أنت وش من سنة تقراي كنزة؟ ثالثة متوسط. ثالثة متوسط. كيفاش علاقتك مع زملائك وزميلاتك في المدرسة، ولا كيف علاقة الزملاء اللي في نفس عمرك في القسم وفي الساحة وفي الفناء؟ فضلي كنزة. مرحبا حبيبتي كنزة. حسب المستويات. كيفاش؟ حسب المستويات. نعم، اللي يقراوا معاك في القسم علاقتكم طيبة مع بعضاكم، ولا كاين واحد يحقر واحد، ولا واحد كنزة؟ كاين اللي يحقروا، كاين اللي ما يحقروش. نقدر نهضر معاك؟ نعم تفضلي تفضلي. صباح النور حبيبتي كنزة، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. قولي لنا بنتي، انت يا تتعرضي الى التنمر، انه ناس تضحك عليك او ناس تجرحك بالكلام؟ احكي لنا بكل صراحه بنتي. نعم. قولي لنا وعلاه. لماذا كنزة؟ لانني اعاني من ضعف البصر. انت دايره النواظر، دايره النظارات؟ نعم. مليح ما شاء الله. والزملاء يستهزئوا لانك تديري هذه النظارات؟ نعم. انت الوحيده في القسم اللي تدير النظارات، ولا كاين غيرك، ولا في المدرسه؟ كاين غيري. ويتنمروا غير عليك، ولا عليكم كامل اللي دايرين النظارات؟ لانني انا لدي ضعف البصر ليس عادي. نعم، ولكن انت وش تحسي انت لما تديري النظارات، والنظارات هي تساعدك باش تشوفي مليح، وش تحسي لما الاطفال يضحكوا عليك ولا يحكوا عليك كنزه؟ تتأثري دائما، ولا مرات تمر بمواقف شجاعة وتقولي خلاص أنا ما يهضروا على أرواحهم وما على بالي حتى بواحد؟ أنا ما أبين نفسي بأنني شجوعة، لكن في قلبي أنا متأثرة. نعم، هاي معك الأستاذة أمينة تكلمك. كنزة بنيتي، شوفي أنت جميلة أكيد، وهذا المرض اللي قلتي أنك مصابة بضعف بصر حاد، يعني نظاراتك تكون نوعا ما خاصة، هذا وش قلتينا؟ أنا نقول لك حاجة بنتي، هذو اللي راهم يتذمروا ويقولوا هاد الألفاظ اللي تقيسك، وانت قلتي أني نكون قوية وأنت قوية. نعم كنزة، لكن هذاك الضرر النفسي تخليه لداخل. نقول لك بنتي أنه المعاق في سلوكه، المريض في سلوكاته بنتي، وانت ما شاء الله عليك أكيد تكلمتي معنا، يعني فتاة محبوبة، أحببناكي فقط من صوتك، فما بالو أن نشوفوا فيك. احنا نقول لك حاجة بنتي، أنه هذا العديد من الأطفال، كل واحد تشوفوا كثيرين عندهم امراض مختلفه، بما فيها امراض مزمنه، امراض تتضح يعني في الجانب، يشوفوا عينيه، عنده ضعف بصر، كاين اللي عنده مشكل اعاقه في رجله، كل واحد ابتلاه الله. لكن نقول لك حاجه كنزة، انه انت توثقي في الله سبحانه وفي نفسك، ونخاطب اسره كنزة، نقول كنزة دائما تحتاج الى التحفيز المعنوي الايجابي، تحتاج دائما الى مسانده الاسره، كذلك نقول للاساتذه دوركم جد ضروري في انكم انتم تساعدوا كنزه لتخطي هذه المرحله. نشوفوا علاقتها مع اساتذتها. كنزه محمد. كنزه وش علاقتك مع الاساتذه نتاوعك؟ كاين اساتذه اللي اثروا عليا، وكاين اساتذه يفهموني. نعم، اللي يفهموك يديروا في واجبهم، اللي اثروا عليك وش يديروا بالضبط كنزه؟ احكي لنا. مثلا انا لدي تكبير الورقه في ربع اخرى. في الامتحان لازم يكبروا كل ورقه للامتحان. نعم. الاساتذه يضيعون للوقت ولا يرجعونها لي. يعني في الامتحان المفروض الاستاذ يعاود يقرا لك الاسئله حتى تجاوبي. كاين اساتذه يظلموك، معلمين يظلموك، ما يعطوكش الوقت الكافي، ويعني زملائك اقرانك يديو ساعتين في الامتحان، انت ربما تدي اطول، ولكن ما يعطوكش وقتك. نعم استاذ، هذا مشكل ايضا. هذا نوع من التنمر، يعني تنمر غير مباشر. اول شيء انا اقول للاستاذ المربي، الاستاذ القدوه، عندما الاستاذ يقوم بهذا التصرف اقول لا انساني. سمحوا لي اساتذه كنزه، ومن خلالها اساتذه الكثيرين اللي عندهم لازم تكون الكتابه كبيره، كاين اللي يقراوا بالبراي، يعني لازم تكون واحد يملي لهم. اذا الاستاذ يتجرد من الانسانيه،
وحنا نشوفوا انه دوره اساسي في بناء شخصيه هذا المتمدرس. لحق رساله ونقول حتى سن قوانين، نعم يجب ان تسن قوانين ردعيه وصارمه للاستاذ الذي لا يتعامل بانسانيه محمد مع ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي امراض خاصه، لانه هذه كنزه. كنزه شحال معدل جي بي بنتي؟ 13. ما شاء الله، ما شاء الله. كنزه رايحين نختموا معاك، طبعا شجعتك الاستاذه، نتمنى لك التوفيق في دراستك. انت ماشي انت اللي اخترتي ديري نظارات ولا لا، هذا قدر نتاعك ولازم تقبليه، والاخرين اذا ما قبلوش ما تعليهمش اي اهتمام، لكن بدنا انك توعدينا في الفصل المقبل ان شاء الله تعاودي تصلي بينا ونحبوا فوق 13 ان شاء الله في امتحانك، متفقين؟ ان شاء الله ان شاء الله. ربي يوفقك ان شاء الله، ربي يسلك ان شاء الله، الله يحفظك.